إلى بيروت، هناك وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي يعقد مؤتمرا صحفيا، نتابع ومن ثم نعود. يلي عم يعينوا منها واللي عم يتعرضوا له المحافظين والبلديات بكل المناطق اللبنانية، وتنأكد أنه ما رح نسمح بتوترات أمنية بهيدا السبب أو بأي سبب على الأراضي اللبنانية. استمعنا واستمعوا القادة الأمنيين كلهم للمحافظين، للمشاكل اللي عم يعانوا منها المحافظين، ولملاحظات المحافظين، ولما يتعرض له البلديات والخطوات التي تقوم بها البلديات تنفيذا لتعاميم وزارة الداخلية، يلي كمان أوصى مجلس الوزراء بلقائه نهار التنين بتطبيقها. القادة الأمنيين عطوا ملاحظاتهم وأكدوا استعدادهم واستعداد الدولة اللبنانية يلي هن عم يقوموا باللازم وفق ضميرهم الوطني وواجباتهم الأمنية لحفظ الأمن والنظام على كافة الأراضي اللبنانية. نحن أكدنا قدام الكل ضرورة تطبيق القوانين، لأنه الحل دائما لكل المشاكل يكون بالاحتكام إلى القانون والدستور وما التزم به لبنان، وضرورة تطبيق تعاميم وزارة الداخلية المتخذة وفقا للقانون واللي بدأ تطبيقها فعلا. أنا هون كلمتي للمواطنين اللبنانيين كلهم، أنه نحن بلبنان منا عنصريين، إنما نحن بلبنان بدنا نقوم بواجباتنا الوطنية بتطبيق القانون، بحفظ القانون وبحفظ البلد. نحن بدنا نقول للمواطنين اللبنانيين أنه يلتزموا بالقوانين اللبنانية، وأنه التعاميم التي أصدرتها وزارة الداخلية واللي هي صارت معروفة، إن كانت متعلقة بالسكن وإن كانت متعلقة بالعمل وإن كانت متعلقة بالمعاملات وإن كانت متعلقة بالعقود، كل الأمور يلي هي لازم يقوموا فيها المواطنين اللبنانيين نحن منقول أنه حماية المواطن السوري تكون بتطبيق القانون يلي عم يقوم فيه الأمن العام، لدراسة وضع كل سوري موجود بلبنان، وما إذا كان وجوده شرعي وما إذا كان وجوده لأسباب أمنية أو لغير أسباب أمنية، لأنه نحن قلنا أنه لبنان لا يحتمل النزوح الاقتصادي، والأمن العام عم يقوم بواجباته إن كان على صعيد الإقامات، ويلي كمان الأمن العام عم يحدد لمين تعطى ولمين لا تعطى، وكمان مدير عام الأمن العام عم يقوم بدراسة وتحليل الداتا لمعرفة السوري اللي عنده أسباب أمنية يبقى بلبنان، والسوري اللي ما عنده أسباب أمنية وبالتالي مش لازم يبقى بلبنان. نحن منقول للمواطنين اللبنانيين من جهة أخرى، وبعد تأكيدنا عليهم أنهم هن يطبقوا القوانين اللبنانية ويتعاونوا بتطبيق القوانين اللبنانية، منقول للبلديات أنه هي مجبورة بتطبق القوانين اللبنانية، ومنقول أنه نحن ضمن القوانين اللبنانية رح نعمل المحاسبة اللازمة، والمحافظين حيكونوا سهرانين على تطبيق القوانين اللبنانية وتعاميم وزارة الداخلية، الأجهزة الأمنية رح تبقى سهرانة، والجيش اللبناني على حفظ الأمن والنظام على كافة التراب الوطني. الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية كافة رح يبقوا سهرانين على حفظ الأمن والنظام، وبالتالي نحن ما منقبل أنه يصير بسبب هيدا الموضوع أو بأي سبب تاني أي توترات أمنية. أنا هون بقول لللبنانيين، لكل اللبنانيين وللبلديات، أنه لبنان ما بيقبل الأمن الذاتي. الحرب خلصت، اللبنانيين منن بحالة حرب، منن بحرب بين بعضهم أبداً، لأنه هيدا الموضوع إذا بدنا ننجح إن نوصل فيه لنتيجة لازم يكونوا كل اللبنانيين موحدين ومتفقين على تطبيق القانون بهيدا الموضوع بكل المواضيع وعلى مصلحة بلدهم. وحدة اللبنانيين هي بتأدي للنتيجة، واختلاف اللبنانيين هو يفقد أي موضوع جوهره ونتيجته. الأمن الذاتي مرفوض، الأمن الذاتي ممنوع، المحافظين رح يتواصلوا مع كل البلديات لمنع أي مظهر من مظاهر الأمن الذاتي،
أو التفلت الأمني. نحن ما منقبل الاعتداء على السوريين، نحن ما منقبل كمان السوريين يرتكبوا جرائم ويعتدوا على اللبنانيين. لذلك الأجهزة الأمنية عم تكون واعية، ولذلك الجرائم التي يرتكبها السوريون عم تكون موضوع ملاحقة جدية وسريعة وفاعلة من قبل الأجهزة الأمنية. إنما كمان اللبنانيين مثل ما صار مثل ما شفنا ببعض الفيديوهات إنه هن عم يعتدوا على السوريين، هاي مش أخلاق اللبناني، هاي مش طبيعة اللبناني، واللبناني بيحتكم للقانون وبيحتكم للأجهزة الأمنية. الأجهزة الأمنية اللبنانية كافة والعسكرية والجيش اللبناني، قوى الأمن، الأمن العام، أمن الدولة، الجيش اللبناني مش رح يقبلوا بأي مظهر من مظاهر الأمن الذاتي. ونحن قلنا للأجهزة الأمنية وكلنا متفقين على الاحتكام للدولة والقانون والأجهزة الأمنية والعسكرية وعدم الاحتكام إلى أي نوع من أنواع ردات الفعل أو الفتن التي لا يقبلها القانون والتي ما رح نقبلها، ووزارة الداخلية مش رح تقبلها، ولا المحافظين، ولا الإدارة، ولا البلديات بتقبلها، والأجهزة الأمنية والعسكرية ما رح تسمح فيها. نحن منرجع مشدد على تطبيق القانون، نردد على الكل على تطبيق القانون، ومنشدد على منع الفتنة ومنع أي نوع من أنواع التهديد. وبدنا نخلي المجتمع اللبناني موحد، بدنا نخلي المجتمع اللبناني متفق على هذا الموضوع لكي يؤتي نتيجته بالطرق القانونية. شكرا. إذن مشاهدينا، كان هذا مؤتمرا صحفيا لوزير الداخلية.